يرى المجتمع الدولي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي. خليني أرحب بدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات للأهرام. دكتورة أماني، مساء الخير. فن مساء النور. أهلا يا أستاذ علي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة أماني. شايفة حضرتك أنه المجتمع الدولي شايف التعنت الإثيوبي إزاي؟ شايف عدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي لحل هذا الملف أم لا؟ خليني أقول لك إنه القوى الكبرى منقسمة، وإذا هذا الملف وخص بالذكر الصين وروسيا، وأعتقد إن هذا الانقسام يعود إلى التنافس في إطار النظام الدولي الذي يبحث الجميع فيه على أدوات، ويبدو إن سد النهضة أحد هذه الأدوات. من هذه الزاوية نستطيع أن نقول أنه حجم الإدراك لطبيعة الأزمة ضعيف، بدليل تصريحات الممثل فرنسا في مجلس الأمن قبل أسبوع، لكن أتصور أن الجهد الدبلوماسي المصري والعربي خلال هذا الأسبوع سوف يثمر، وأتصور أن فشل الاتحاد الإفريقي في طرح الأزمة بحيث يتوافق الأطراف سوف تكون معطى جديد أمام مجلس الأمن في الجلسة القادمة يوم الخميس. قد نشهد بعض التطور في موقف يعني المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكن أصارحك يا أستاذ عزة أنه الملف يحتاج إلى تحريك بأدوات جديدة حتى ينتبه المجتمع الدولي إلى طبيعة يعني هذه الأزمة وطبيعة الأضرار المترتبة عليه. وحيكون المجتمع الدولي في الحالة دي دكتورة أماني هو اللي فرض هذا الشكل الجديد لكي طبعاً يلتفت نظر. طبعا، لأنه لم يلتفت إلى الأزمة في التوقيت المناسب ولم يتدخل لحساب الدولة المارقة. لآخر لحظة ويعني زي ما بنقول تصعيد غير مسبوق من الجانب الإثيوبي، لماذا يدفع بالأزمة إلى الصدام وكأنه هو يريد الصدام ولا يريد التفاوض؟ يعني هو عنده عدد من الأسباب، منها أزمته الداخلية ومنها طبيعة المشروع نفسه اللي بيتم الرهان عليه كمشروع يعني يحقق قدر من الاندماج الوطني، ولكنه فشل في ذلك نفس تقديري بسبب الحرب على التجري. والطبيعة الذهنية الإثيوبية المتعالية من ناحية والمعادية لمصر من ناحية أخرى. فلكل، وطبعا طبيعة المشروع السياسي الإثيوبي الذي يتصور أن المياه يمكن أن تكون رافعة لقوته كما كان النفط رافعا للعرب. هذه مقولات إثيوبية يعني هكذا يقولون. بالضبط. لا أتقول عليهم، هذه هي مقولتهم يعني. فلهذه الأسباب مقتنعة. طيب تتوقعي إيه يوم الخميس؟ مبدئيا الى والله الان انا متوقع إلى الآن بيان بعد اتفضل انا متوقع بيان من مجلس الامن قد يكون متوسط القوه، يعني مش قوي دعما لينا لكنه مش متوسط فاتر. القوه لكن مش ضعيف ومتطور عن موقف مجلس الامن اللي الاول كان يعني ومدى نجاح واستمراريه الدبلوماسيه المصريه والسودانيه المشتركه في الاصرار على موقفهم وتحريك الموقف بادوات جديده هيكون دافع لتطوير موقف مجلس الامن. إذا كان إحنا كل ده بنقول سيناريو، يعني تقدير حضرتك صحيح إلى الآن شايفة شايفة إنه الموقف ممكن يبقى كده يوم الخميس. في الحالة دي أيا كان البيان حضرتك قلتي متوسط، يعني ليس بيانا قويا ولا هو بيان ضعيف. في حالة الخروج البيان بهذا الشكل تتوقعي ما هو الرد الإثيوبي؟ يعني هو احنا تعودنا على اثيوبيا بردود حاجه من اثنين، يا اما في رشد سياسي وادراك لطبيعه التطور الموقف الدولي او عدم رشد سياسي والامعان في الغلو. فاذا كان السيناريو الاول سوف يدفع بمباحثات جديده بين الاطراف، واذا كان السيناريو الثاني ستكون مصر في تقديري مضطره الى يعني اللجوء الى ادوات جديده. تمام تمام. وفي هذه الحالة دكتورة أماني احنا زي ما بنقول بالبلدي كده بيبقى شهدنا العالم كله على ما تفعله إثيوبيا. مكره أخاك لا بطل، يعني هنعمل ايه يعني صح. انت عارف المثل المصري اللي بيقول يا جاي على قوتي يا ناوي على موتي. صحيح صحيح. قضية يعني حياة او موت. نعم صحيح. نعم. شكرك دكتورة أماني ونتابع مع حضرتك فندم. شكرا جزيلا دكتورة.